متابعين معكم مشاهدينا حلقتنا لليوم مع فقرة واتس كوكينج ومع شيف توني بانو. اليوم وصفتنا هي سالمون مع صوص الخردل. نور موجود تمام، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال، يعني عم تفاجئنا بالوصفات مرة عن مرة. هالبرودوي اللي هو السالمون عم نحضر فيه كثير من الوصفات. اليوم مع صوص الخردل. انت بتحب السومو؟ انا بدي نفاجئك بقصص طيبة بالسومو. اكيد اليوم عاملين سومو، هات افسدك شوي. جايب سومون فيليه وفارمه كثير نايمه. فارمينه مش فيليه، مش باقيه فيليه. لا مش فيليه، عملها كثير نايمه وعملها بالسكين. يعني اهم شيء تعمليها بالسكين مش على المكنه. لا اكيد بدها تاخذ شويه وقت، بس انه افضل المكنه لانه بتعطيها بتصير مثل العجينه. اوكي بتغير لونها. مزبوط. سو بنفرمها على ايدنا كثير نايمه. رح تبلها هلا تتبيله طيبه، شويه بانكو، شويه طحين، بيض، كزبره، بقدوني سوري، قنات، ملح، شوية توغراشي حر، وعندي أنا هون بصلة مقلية مزبوط. أنا تدبلت يعني صارت مستوية، أنا هلا بدي أحطها أنا مع السومو، والسومو ما بده كتير وقت بالفرن، ثلاث أربع دقايق. يعني نحن بس البصلة هي الوحيدة اللي حضرناها قبل بوقت اللي قليناها. صحيح. كل شيء تاني رح يكون فريش، بفوت على الفرن وبيستوي كله مع بعضه مع السومو. السومو بدها بالفرن ماكسيموم 4-5 دقايق حسب قد ايه مكبرينها نحن ومطخنين على الفيليه. اوكي خليني نبلش. وعم بسلق هون بداون بيوري حدا بطاطا مع بازيلا. هون البطاطا هيدا البيوري تقريبا صار رح يستوي، رح زيد فوق البازيلا. هون بطاطا سالقينها عادي بنزيد فوق البازيلا. ايه لانه البطاطا بدها وقت اكثر من البازيلا. وقد بعض، يعني حطيت انا 500 بطاطا 500 بازيلا، قد بعض الكميه. اوكي نحن الصوص هي اللي رح تكون فيها الخردل، الصوص ولا الخردل. ولا بقلب السومو رح نعمل بالصوص رح نعمل على جنب. رح بلش انا هلا تبل السومو. عندي البصل ملعقتين البصل، ما بدنا نكون كثير مكتر يعني لانه لا بس هو يعني اذا عملت 100 جرام رح يدبلوا رح يصيروا يرجعوا شي 30-40 جرام. عندي ملعقتين بانكو، بانكو اما كعك اذا عندنا كعك فينا نستبدله بالكعك صحيح. هيدا طحين؟ طحين كمان شي ملعقة. رح استعمل انا هون بيضة وحدة هلا، وبشوف اذا بدي زيدها بنزيدها بعد شوي. اوكي بقدونس، يعني البيض مع الطحين رح يخليها تصير مثل هيك كامشة على بعضها. صحيح مثل العجينة تقدر تنحط بالقالب وما كثير تفرط. بهار ابيض، ملح، بابريكا، شوية حر مش حنكتر. حر؟ شوي صغير. ايه بيمشي مع السمور حار. نفرم شوية دل معه ونفرش له حامض وبنخلطها. صارت خالصة السمور تقريبا. بدنا نصير نعملها هلا بنحطها بقالب ونحطها بالفرن. القالب بفوت على الفرن ولا لا؟ رح هيك رح نحطها بسيركل. انا هيدي هيك بسيركل بنصير نشيله هون 100%. اوكي لكن صار في كثير قصص، تنرجع نعيد. قلينا البصله على جنب تدبلت، زدناها فوق السمو يلي فارمينه كيوبات صغيره صغيره 100%. شو زدنا من بعد؟ البانكو، البانكو اما الكعك، طحين تقريبا شي بيضه، ملح، بهار ابيض، بابريكا، حطيت رشه حر صغيره انا، دل، وهلا برش الحامض وبقدونس. وبقدونس ليه برش حامض مش عصير حامض؟ لانه العصير حامض بخليها تصير رخوه، ما بدي اياها ترخي. بعدين رح استعمل انا حامض بالصوص، يعني حامض طعمه الحامض بقلب السومو وطعمه الحامض بالصوص كثير سعيده، بس طعمه الزاست بقلب السومو تكون كثير طيبه. شوية بهار اسود. بس اهم شيء لورا مش على المكنة تعمل السمو. لا بدنا نفرم على السكينة. هلا انت عم تحركيها بتحس بتبين معك اذا بدها بعد شوية طحين اما شوية كعك. شو التكستير اللي بدي اياها؟ بدي اياها تكون عم تلقط على بعضها، تكون كامشه على بعضها، ما كامشه على بعضها يعني كل ما. صحيح. نحن حطينا ملعقه طحين، هدول تقريبا كم فيليه سومو؟
هي تقريبا شي كيلو. هذا كيلو، لكن للكيلو حطينا ملعقه طحين، حطينا بيضه واحده، ايه ملعقتين بانكو، ملعقتين بانكو. بانكو بتعطينا هالقرشه اللي هيك. بعدين اذا الصومون انت عملتيها وفرمتيها وحطيتيها بشي تصفي، كمان لما تخسر ميتها بتساعدك اكثر لانه تتكمش، ما بكون فيها مي كمان. رح زد لها بعد شوية بابريكا انا. حسيت اللون بده ايه هيك تحمير شوي. ورشة ملح على صحة السلامة. وملح. بعتقد هيك صارت تمام. كيف كان مشي على بعضها؟ ما بقى بدها شيء. يعني ضلينا نخلط نخلط تكمشت، مش صرنا نزيد طحين كل ما نحس. لا 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 بدها ياخذوا كل تاخذوا البيت ياخذ بعضه مع الطحين والبانكو. بدها وقت. بعدين حبة الصومون بدها تشرب شوي الطحين. صحيح. ليك كيف رح نعملهم لورا؟ فينا هلا نحن نعملهم اذا بدك بولات، يعني اذا بدك فينا نعملهم بهالطريقة. ايه اذا مش موجود هيدا القالب السارك فينا نكون عم نعملهم بولات او بتبع الجاتو مثل سوشي كيك بيصير كايند اوف. ولما يطلع بتساعي شوي صغيرة وبتقطعيه بيطلع تمام. حاط ورقة زبدة انا بقلب الصينية حتى ما تلزق. ما تلزق. يعني هيك بيطلع لنا بورسيونات لكل شخص وقت نكون عم نقدم. صحيح. على القد. بتخيل برزنتاسيون مع هيك قالب. بدنا نرصهم منيح تا ما يفرطوا بس نشيل السار. 100% وبنعمل واحد ثاني. سو لكن نحن رح نعبيهم بالقالب وندخلها على الفرن، بهالوقت رح ناخذ وقفه سريعه وبنرجع. عودة مع شيف توني بانو. لكن الصموم مع الخلطة كلها اللي عملناها عم نحطها بالساك. يلا بعد عمل وحدة قبل ما ندخلها على الفرن. طيب نحن إذا حسيناها مثل هلا عم تفرط شو بنزيد؟ نزيد الطحين ولا البيض ولا شو؟ بتزيد الطحين، أما إذا حطيت كثير يعني حطي قد بعض كعك قد طحين. أنا هلا حطيت مثلا ملعقتين كعك. إذا حسيتيها إنه شوي فارطة زيدي لها طحين. طحين. هلا البانكو شو الحلو فيه بالفرن بحمص كمان. بصير في شوي كرانشي يعني كمان بالفرن لما البانكو اللي بتحطيه. والبيضه كثير بتساعد كمان تكمش كلها سوا مع بعضها. ما عزنا اكثر من بيضه لكل هالكمية. بيضه وحده. يعني الطحين اللي حطيناه نحن والكعك والبيض كلهم بيساعدوا تكمشوا. هلا انا عم طبها للصينيه ان شاء الله ما يفرطوا. بيشهوا. سو هيدول رح يفوتوا على الفرن مثل ما هن. ماكسيموم بدهم شي كم دقيقة؟ بنحطها على جنب ولا بعد شوي بنفوتها؟ بدها خمس دقائق، بعد شي ثلاث دقائق بنفوتها؟ يلا بعد شوي بنفوتها، خليها هون. رح نبلش نعمل صوص لورا هون. نحن بس ورقة زبدة ما حطينا لا زيت ولا شي تما يلزق. لا بس ورقة زبدة ما بدنا أكثر. هون البطاطا شهلت والبازيلا رح يشهلوا كمان، هلا بنصفيهم وبلش نعملهم بيوريه. هون بالمقلاية بلشت احط زبدة، شقفة زبدة. هلا شو عم نعمل هون؟ الصوص. الصوص. الصوص رح استعمل فيها موتارد ارانسيان وديجون كريم وحامض وثوم. اه بس؟ شوية دل. زيادة. بدك الطعمة هي الطعمة الطيبة. اوكي. وشوية زبدة، شي قالب. شوية صغيرة. شوي. شوي كثير كثيرة. شوية ثوم. بس عن جد بدنا هالقد هالقد زبدة؟ ايه. ما 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 بتبين لون، هلا بتذوب الزبدة. ايه طيب. بعدين اعمل الصومو مشوي، يعني شيء بغطي على شيء. بنعدل بعض. خليني اشوف حبة البازيلا اللي استويت. هم بيقولوا لك البسني كلها بتبين على الوزن. هلا هيك ما راح تبين.
يلا. هي اصلا الصوص الطيبه هي اللي فيها الدسمه يعني. صحيح. هيك شفت انا كيف بدافع عنك دغري. استوى البيري. استوى البصل ما بدها كثير وقت، والبطاطا ديجا كنت حاططها قبل بوقت. تعملها بيري بدك تحط زبده كمان. لا مش حنكتر زبده. خاف. كتر كتر ما شوية ملح بدها تطلع خضرة لأنه مش كثير في بطاطا خضرة. في يعني قد بعضها. أنا فيها استعمل هيك، فيها استعمل البلندر، في الجيراف نستعملها في البلندر. ذكية نور بعد ثلاث دقايق فوت السموع ما قال. يعني بس نخلي هيدا مثلا. رح أكتمل لك بالزبدة. يلا. يلا زيد الحامض هلا. يلا حركهم بالشيء. فيك تحركيهم اذا بدك، في معلقه عندك هون خشب وفيكي بايدك يعني هيك بنعلمك التكنيك. ما بخاف وقعهم. ما بأثر اول مرتين ثلاثه بحق لك توقعي. على الهواء لا. كان حطينا الزبدة وثوم، حطينا هلا شوية حامض. رح نزيد هلا المطار. منكد. هلا دغري المطار. رح احط كمان صومو بالفرن انا. يلا. رح استعمل اثنين ديجون والونسيان. اوكي بس قد ايه حطينا هون؟ ملعقتين صغار. ملعقتين صغار ايه. كيف رح تشد من ورا الكريم؟ هلا بحط كمان الكريم كمان. اوكي. هلا هون شقفة زبدة صغيرة. هي لازم تحطها برا ما تقول. لما تذوب المطار رح ازيد كمان شوية الانسيان معه وملح وبهير، بحط الكريم فريش ومندوق. بلشت تذوب يعني مبدئيا ما بقى مبينة. اوكي انا رح ذوب البوريه اذا بدها شيء ملح ام بهار. بوريه خضراء شوية ملح شوية بهار. رح اشيل شوية صغيرة قبل ما زد لك كريم. شو بدك تعمل؟ بدنا نزيد شوي. بدنا نزيد كريم كمان؟ ايه بس رح اشيل منها شوي صغيره انا. اوكي. قبل ما زيد كريم. لانه اليوم عندنا معنا كريستال. معنا كريستال اليوم. بزيد ال ديجون. زيد سوري المطار على راسها هلا. اوكي. كثير طيب المطارد معه. حطيت اكثر من المطارد لانه اخف طعمته مثل دي من الديجون، بعدين قرشته طيبه بالصوص. كيف اليوم الاسيستنت ماشي حالك؟ خلص تمام. اوكي بس بلشت تخف ال خفف شوي لان رح يروح الحامض كله. فينا نزيد له ركزه حامض بعد. بنلحنا شيء؟ بنلحتي لورا ولا ما بنلحت؟ لا بسترجي ما بسترجي.
لو بتسترجي ملح بهار ابيض. هلا بترجع بتغلي، نرجع نحط لها الكريم. رح زيد شوية كريم هون وهلا بزيد عندي كريم كمان. بس ملح ما بنحط شيء ثاني؟ حطيت ملح وبهار ابيض. وبهار ابيض. هلا بندوقها بنرجع كلها سوا مع بعضها. يعني قد ايه بسيطة هالمكونات؟ بتخيل قد ايه طيبة لأنه الريحة شيء بالشهرة. بدنا نحط بعد كريم؟ بدي ذوقها شوي، إذا بدها زدها كريم بنزدها. خليني بس تشيل هيدي. لأنه أنجأ حطينا فنجان يعني أو نص كباية. شفت كيف شدت لورا لوحدها؟ بدها رشة ملح وشوية كريم. رح تدوق الصوص اليوم. من أطيب الصوصات يعني. لأنه فكرته. بس شغلة. شوية كريم وآخر شيء لما نطفيه له بدنا نحط لها دل. آه كمان آخر شيء. آخر شيء حتى تضل هيك تضلها خضرا. سو مو صار بالفرن أوريدي، قد إيه بده 3-4 دقايق، قد إيه حرارة قوية؟ حاطه على 190. بحط انا الدل اخر شيء لورا تضل لو اخضر وفريش يعني. بنزيد له شوية بهار. شو بعد بهار؟ خطيت لتغلي على ذوقها راحتها. نتركها على مهلها، بحركها ولا خلص؟ ما فيك تحركي. اوكي. لكن هون زبدة، ثوم، فينا نحط موتارد، فينا نحط موتارد نوع واحد. نوع واحد بس هو طيب الانسيان القرش طيب كثير فيه هلا. صح. انتوا عم تاكليها مع الصوص مع هيدا والكريم فريش. كريم فريش، ملح بهار ابيض. ملح بهار ابيض، واخر شيء رح احط الدل. الدل فيك اذا بدك كمان تنكهيها للصوص تبرشي لها شويه حامض، بس ما بدنا يعني حاطين برش حامض نحن بال. عم بشم ريحة الصموط طالعة. ايه وريحة الصوص كله طيب. خلينا نزيد. إذا حبوا شباب الصوص هلا خلص بصير تعمليها أنت لورا. بصير أنا كل يوم إجي أعملكم منه. ما تصدقوا. يعني نحن بعد معنا دقيقتين نبلش نحضر الصحن بهذا الوقت. فينا ايه هيدي البوري اللي كيف طلعت لورا. بوري اللي هي كناية عن بطاطا مع بازيلا قد بعضهم. قد بعضهم بس انه اللون الاخضر بيطغى عليها بتصير تعطيني هاللون. نحن صار فينا نسكب الصحون. والصوص هيك منيح يعني ما في لزوم تشد اكثر او هيك؟ بتجنن هيدي. خلص على القد. هيدي لورا عملتها. يا. عظيم. بتحب نحضر الصحن هلا ولا بناخذ بريك وننطر شوي الصوموت يخلص؟ بدنا شي دقيقة صومو بالفرن. طيب لكن بهالوقت بنكون طلعنا بريك سريع وبنرجع من بعده. بتحب السفن لورا، بتحب انت البازيلا. عودة لتيستينغ. هاي كريستال. هاي لورا. سافا؟ ياك عم جد كثير هيك مستنيه من الشاف وحيت الله. يعني رح نخبر قد عم يهتم فيك كريستال. رح مشتاقين لك. دايري برودكت. صار لنا زمان مش سوا شاف. سو عملت لها صوص سبيسيال اليوم لكريستال، انا حتى تفاجأت فيها. اليوم انا ولورا بس عبالي اعرف من شو مكونه هيدا الصوص لانه عن جد بتشهي.
لكل العالم اللي عندهم لاكتوز انتوليرنس فيهم يعملوا زيت الاكله بس بغير طريقه. ايه بس احنا عملنا البيوري، شلنا منها الكريم فريش، فينا نزيد كوكونات ميلك كمان. مش غلط. وعملنا صوص نفس الشيء مثل اللي عملناها مع الكريم، بدل الكريم حطينا كابر يعني. ما في فرق. اوكي يعني كمان فيها موتارد، فيها حامض، فيها كل المكونات، بس لانه ما فينا نزعل الكريستال يعني. اكيد. واليوم لورا شاركت معي بالطبخه يعني، بدينا اياها. انت ولورا اليوم اهتميتوا فيي. اكيد. ميرسي لورا. اشتقنا نطلع معك بتيستينج. يلا رح ندوق على السريع اليوم. لكان عندنا صومون مع صوص موتارد وبيوري بازيلا وبطاطا. الصوص بتقولي عنه طيب اجباري انت عملتيها. الصوص بتعقد، بس اللي حبيته انه الصومون مفروم كثير صغير، سو عم نحس بهذا الشيء وقت عم ناكل، عم نحس بكل وحده. بس بتعمليها على المكنه مش حتطلع معك كيف الناجتس، رح تعمليها كناجتس هيك رح تصير طعمتها. لا ابدا بتغير لونها الصوص، بترميها لو بتاخذ شويه وقت زياده يمكن، بس انه بتاكل شيء طيب اخر شيء بترجعي تصير طيبه. شاف الصوص بتعقد صحتين كثير هيك حامضه بس على القد يعني. لا هو الصومون بده طعمه الحامض، من هيك رجعنا صرنا نزيد حامض على الصوص كرمال تاخذ هيدا الطعم. كسرناها جانا بالكريم فريش يعني، خفف الحامض وقوه المطارد وقوه الكريم. انا بلا كريم كثير طيبه. صحتين كريستال. ميرسي كثير شيف توني على هالوصفه وعلى كل الوصفات اللي عم تقدم لنا اياها، على كل هالافكار الحلوه والجديده والمتجدده على طول. ميرسي لك. مشاهدينا هيدي كانت وصفتنا لليوم، اذا بتحبوا ترجعوا تحضروها وتشوفوا كيف حضرناها بتلاقوا الحلقات على يوتيوب ار تي في. انا بشوفكم بحلقات جديده الاسبوع الجاي. باي.